حركة حباد منظمة صهيونية متطرفة هي الأشد تطرفاً على التوسعية والعنصرية. أفتح خاماتها بمقاومة إخلاء المستوطنات الصهيونية ولو أدى ذلك إلى الموت. تسعى إلى إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، وترى أن العرب لا يستحقون سوى القتل رجالاً ونساءً وأطفالاً ومواشي وتدمير مقدساتهم، وكما عبر عن ذلك أحد زعمائها البارزين الحاخام مينز فريدمان. رئيس أكبر جامعة أوكرانية وصفها بأنها أسوأ منظمة ترتبط بالإرهاب والتطرف، لكن وزير خارجية البحرين خالد الخليفة لم يجد ضيرا بالالتقاء بقادتها في حفل عشاء حضرته هدى نونو سفيرة البحرين السابقة في واشنطن عام 2010، وبحضور أعضاء بارزين من اللوبي اليهودي ومنظمة أيباك الصهيونية. فالاجتماع بقادة هذه المنظمة التي تدعو إلى إبادة العرب ليس إرهابا بنظر عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، فالإرهاب بنظرهم هو كل مطالبة بحقوق الشعب، وكما عبر عن ذلك الرمز حسن الشيخ. إذا طلع عليكم كم واحد يطالب بحقه وجيتوا ضربتونه دافع عن نفسه سميتونه إرهابي وسميتونه عنف. مع ذلك للأسف الشديد رغم وجود الصور الواضحة التي جمعت وزير خارجية البحرين بهؤلاء الحفنة صورة واضحة على مائدة الطعام. هذه المنظمة الإرهابية تلقى أعضاؤها في العام الماضي دعوة من حاكم البحرين حمد الخليفة لإحياء ما يسمى بعيد الحانوكا في المنامة، حيث رقصوا على أنغام أغنية يهودية تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. رقص هؤلاء وتحت حماية عائلة آل خليفة في البلاد التي قدمت شهيدين في سبيل قضية فلسطين، وهما كل من محمد جمعة في العام 2002 ومزاحم عبد الحميد الشتر في العام 1982. زيارة أسقطت ورقة التوت عن عائلة آل خليفة الحاكمة والمتحالفة مع الصهاينة الذين تعلمت منهم طرق حصار القرى في البحرين، وكما هو عليه اليوم حصار الدراز وحصار العكر سابقا، كما واستلهمت هذه العائلة الأساليب الصهيونية في التعاطي مع الانتفاضة البحرانية، وكما كشفت عن ذلك وثائق ويكيليكس. هذه الزيارة أثارت غضبا ليس داخل البحرين فحسب بل وحتى في خارجها، خاصة بعد أن طبلت وسائل الإعلام الصهيونية لها، مما دفع بسيد المقاومة إلى تعرية النظام الخليفي الفاسد والذليل. تسمح حكومة البحرين لأسوأ منظمة صهيونية أن تأتي إلى البحرين، والمشهد الآخر أن هذه المنظمة أنشدت في شوارع البحرين نشيد الهيكل سيبنى على أنقاض المسجد. نظام لم يفقد شرعيته فحسب، بل سقطت كافة أقنعته، ولم يعد خافيا على أحد أنه ليس سوى أداة بيد الصهيونية وقوى الاستكبار لإحكام هيمنتها على المنطقة.